إذن عن استمرار معاناة النازحين السوريين في المخيمات مع انخفاض درجات الحرارة وتزايد الصقيع، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. أستاذ رضا، مرحبا بكم. 10 سنوات ليست بالقليلة في مخيمات النزوح، السوريون يعيشون أوضاع عصيبة. كيف تبدو أوضاعهم في ظل يوصف بالأكثر بردا منذ 30 عاما؟ كيف هي أحوالهم؟ أسعد الله أوقاتكم. أهلا بك سيد الكريم. بداية، حقيقة هذه المعاناة التي تكلمنا عنها كثيرا عبر قناتكم الكريمة، التي أتوجه للشكر للمرة الثانية والثالثة لما تعطيه من اهتمام للشأن الإنساني السوري. حقيقة حياك الله. أوضاع السوريين هي منذ 10 سنوات من أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ. كيف تبدو الأوضاع حاليا؟ لا يبدو شيء من السوريين. من يقطن في الخيمة سقطت الخيمة فوقه، ومن يقطن في البيوت تساقطت الأسقف فوقهم. الحالة مدرية. قدر ما تكلمنا وبقدر ما شرحنا هذا الأمر سيكون هناك نقص، فالحالة الإنسانية جدا جدا مؤلمة. نعم. فاليوم صباحا تقريبا نصف مخيم في أحد المناطق في الشمال، في ريف حلب الشمالي، تساقط على فوق رؤوس أهله من ضغط الثلوج. نعم. باقي المخيمات، مخيمات المنسية كما نسميها، مخيم الركبان، مخيم الهول، مخيمات أرسال في لبنان، التي تتعرض لأشد عاصفة من الثلوج ومن البرد والصقيع ونقص من الأمور الحياتية بشكل عام. هذه الأزمة الإنسانية لم يكن لها حل نهائيا، تكلمنا كثيرا وكثيرا. الحل الأمثل هو أن نعود لمنازلنا، نعود لبيوتنا وأرضنا، إلا أن هذا الأمر نوعا ما نراه صعب. في معرض حديثكم عن الحلول، يعني حذرت منظمة كير للإغاثة الإنسانية والطبية العاملة في سوريا، حذرت من تفاقم وضع اللاجئين السوريين عقب طبعا الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. إذا ما تحدثنا عن الحلول، كيف تقيم تعاطي المنظمات الدولية مع هذه الأوضاع المأساوية؟ سيدي الكريم، المنظمات الدولية أو المنظمات الإنسانية بشكل عام عملها يشبه عمل الأفراد لكن بشكل موسع قليلا. فأنا أو أنت أو أي أحد من الأخوة المتابعين بإمكانه عندما يشاهد هذه المشاهد للاجئين أو النازحين أن يتبرع بشيء ممكن أن يكون لعائلة أو عائلتين، لكن لا أنا ولا أي شخص آخر بإمكانه أن يقوم بهذه الأزمة على عاتقه لوحده. وكذلك المنظمات، المنظمة بإمكان أي منظمة أن تقوم بمساعدة مخيم كامل، أما أن يقوموا بمساعدة 5 ملايين نازح فهذا الأمر صعب. عدا اللاجئين في دول اللجوء مثلا مثل لبنان، مثل البعض في الأردن، غيرها وغيرها وغيرها، أو بعض المخيمات التي ذكرتها أيضا التي لا أحد يعلم عنها شيء حتى الآن. هذا الأمر أكبر من جهود المنظمات. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية، إلى حل جذري نادينا به 10 سنوات ولا زلنا ننادي بالحلول الجذرية. نعم. بتأمين كما نقول رضينا بواقعنا، لكن أمنوا لنا أدنى مقومات الحياة. رضينا بالمخيمات، لكن أن تكون هذه المخيمات فيها شيء من المقومات الإنسانية. أستاذ رضا، طبعا لا يخفى عليكم البرد مع الخوف يشتركان في مسألة مضاعفة معاناة النازحين واللاجئين في المخيمات، وهو طبعا ما اشتكى منه نازحو مخيم الهول. لكن بماذا تفسر زيادة الجرائم ضد النازحين في المخيم؟ مخيم الهول كما ذكرت منذ قليل، مخيم الهول له وضعية خاصة نوعا ما بحكم القاطنين فيه وبحكم المكان الذي هو فيه. هناك كما رأينا من الواقع الموجود في هذه المنطقة، هناك توجه لإغلاق هذا المخيم أو إنهاء تواجد هذه أو تواجد هؤلاء العائلات في هذا المخيم. لا نعلم الأسباب، لكن هناك توجه بهذا الاتجاه. نحن نريد أن يتم إغلاق المخيم، لكن لشيء أفضل، لا أن يتم تشريد هذه العائلات التي ليس لها لا معيل وليس لها أحد. نعم. وما يقارب 1/3 المخيم هم من الأطفال دون 18 عام. أنتم ذكرتم نقطة مهمة جدا ودعني أعرج عليها بشكل تفصيلي أكثر.
طبعا بحسب المعلومات فإن غالبية النازحين في مخيم الهول ليس لديهم منازل تؤويهم أو عائلات لهم خارج المخيم كما تفضلت بذلك، لكن سؤال المطروح هنا يعني إلى أي مدى ترى أن هناك حالة ممنهجة لإغلاق هذا المخيم؟ سيدي نقص المقومات الحياة، نقص الأمور الطبية، الخطر، انعدام الأمان بشكل شبه تام في هذه المناطق، فيتم مهاجمة المخيم، يتم مهاجمة النقاط الطبية، يتم مهاجمة الأسواق، يتم الاعتداء على الأشخاص، يتم الاعتداء على القاطنين المخيم، وبالنهاية كله يسجل ضد مجهول لا نعلم، أو يتم نسب الجرائم لجهات معينة. لا نريد خلط الأمور، لكن نحن نعلم من يقوم بهذه الأمور، ونحن نعلم من يقوم بهذا التوجه. نعم. وإلى ماذا سيفضي هذا التوجه. عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف، شكرا جزيلا لكم.